قضيتنا اليوم قضية تونسية باش ترجع بينا لعام 1996، العام اللي صارت فيه قضية هزت رأي العام في تونس. قضية ظهر وأنها كيس حمتي ترمتاحة، والأغرب من دوافع القتل وطوار الجريمة هي لفات وأنه القضية هذه ما تحلتش بأداة جريمة وإلا بصمات، بل خليني أقول لكم باللي فردة متاع شلاكة ومانيش نفدلك، كانت الحل الوحدة من أخطر وأغرب القضايا اللي صاروا في تاريخ تونس الكل. دونك قبل ما نبداو في القضية متاعنا متاع اليوم، عنا برشا ما طرحناش قضية تونسية، متأكد وأنه القضية هذه باش تكون واحدة من أقوى القضايا في القناة الكل. ما تنساوش باش تخليو لايك وسبسكرايب، فولو على انستغرام وتيك توك، وخلينا نطلقوا في القضية متاعنا متاع اليوم. قضيتنا اليوم باش تهزنا لولاية المهدية، بالضبط المعتمدية أو ولاية شامخ، البلاصة اللي تولد فيها خونا إبراهيم في عام 1969. كبر غادي لكنه نقل القيروان باش يواصل دراسته، انتهت مسيرته الدراسية في القيروان كي وصل للسابعة ثانوي، رجع لمسقط رأسه لكنه كيف كيف ما طولش برشا في المهدية، وقرر وأنه يغادر البلاد ويجرب حظه في فرنسا. بيان سور في التسعينات ما كانش الخروج صعيب كيما توا، لكنه للمرة الثانية يعاود يرجع لمسقط رأسه أو ولاية شامخ بعد ما حس باللي فرنسا ماهيش نتاعو وباللي برجوليه وكرك وكرك. كان جيت الحكايه صارت في العوام هذو من اكدلكم ما عادش يرجع. كان خونا ابراهيم مغروم بالافلام والتصوير، كان كيف كيف يحب يحل مشروعه الخاص وما كانش يحب يخدم تحت الناس، ولسبب هذاك لا مغرمه بالتصوير والافلام، وحال استوديو يعمل فيه تصاور وكان يخدم كمصور في العروسات، وكان في نفس الوقت يبيع في الافلام والسيديات، بما انه في زمان هذاك بيان سور ما كانش عندهم انترنت ويجي بيست. دونك خونا برهوم كان عباره نتفليكس نتاعهم. وباش نقرب لكم الصوره، كان كيما البيجي ماتريكس يصور عروسات يعمل كل شيء يعمل. كانوا ناس الكل يحبوه ويحترموه ويقدروه، كان رجله وناس طيبه مع ناس الكل، كليوناتو ويجيوه من كامل انحاء الجمهوريه، هو كيف كيف في ديبلاسي للولايات الكل ويصور العروسات، كان جو به يخدم على روحه وكله تمام، الى ان تعرف على فتاه جميله اسمها روضه. اختنا روضه كانت في الوقت هذاك اصغر من برهوم بخمس سنين، هو كان عمره 27 سنه في عام 1996، الان صار روضه كان عمرها 22 سنه في العام هذاك، وكانت كليونت كيما مئات الكليون تاع سي برهوم. ما كانتش تاخو في الافلام، بل كانت هي بحد ذاتها اللي تعمل في الافلام. اختنا كانت مخرجه نتاع فيلم رومانسي هي البطله نتاعو. البطل الثاني كان خونا برهوم الفوتوغراف، شافته ضربت فيه وحبت تدخل معاه في علاقه، كانت تمشي للاستوديو باش كوم كوا يعمل لها تصاور، عملت تصاور الباسبور، تصاور بطاقه تعريف واي تصويره ممكنه عملتها، كان فما تصاور نتاع شهاده وفاه راهي حتى هما عملتهم، وما وقفت على تصاور كما في نلمو تاع سي برهوم في المنديف، حلات حتى هو في عينه ولا حتى هو يحبها، ما كانش يحب يعمل زيد وكان يحب يدخل من باب الكبير، لكن الزايد بالنسبة لعائلته هي وأنه يرتبط بالأنسة هذه واللي كانوا رافضينها وما كانوش قابلينها، بيتي علت وأنه سمعت الأنسة هذه سافابا ما هيش متاعنا مش متاعنا. نحكيه على منطقة داخلية ومحافظة في التسعينات، أي طفلة يعرفوها عندها برشا علاقات مع برشا ولاد أوتوماتيكمون يقولوا باللي هي ما تصلحش وما هيش متاع عرس. هذا بالضبط كان الكلام اللي قالوه عائلة برهوم البرهوم. الأخت روضة عندها برشا علاقات سابقة وما هيش متاعك، كلامهم ما كانش في الاصل غلط، والمعروف على روضه وانها بالرسمي كانوا عندها برشا علاقات سابقه، بلغتنا نحنا صحبه برشا ولاد قبل، وبالنسبه لهم ما عندهمش صحيب في قاموسهم، لكن الشيء هذا ما خلاش خونا برهوم يبدل رايو، احاسيسه كانت هي وكان مصر وانه يعرس بها، وما كانتش عائله برهوم هي وحدها الطرف المعرقل، بل حتى من عائله الاخت روضه بحد ذاتهم ما كانوش قابلين بعلاقه روضه وابراهيم. عائله ابراهيم كان ماشي في بينهم باللي عائله روضه ما كانوش يحبوها تعرس على خاطرهم عارفينها ما تهنيش، لكن في الاصل مشكلة عائلة روضة ما عمرها ما كانت في العرس بحد ذاته، كانوا يعرفوا باللي ابراهيم عز الناس وما كانتش عندهم حتى ادنى مشكلة معاه، كيف كيف ما كانتش عندهم حتى مشكلة مع فكرة وانه روضة تعرس، لكنهم بار كونتر كانت عندهم مشكلة كبيرة مع الدينارية، مرا يقولوا عليها صعيبة تبيعتها خايبة وما تقربش، جبارة وقوية وحتى حد ما يقدها، البعض كان يسمي برهوم بولد الدينارية، فمشكون كان يعيطوا له ابراهيم دينار، الدينارية كانت ام ابراهيم وكانت هي سبب اللي يخلي عائلة روضة يرفض العرس، بما انهم كانوا رافضين فكره وانه الديناريه باش تولي نسيبتهم. خونا ابراهيم كان عنده اخوه ولد الديناريه الثاني، اخوه ابراهيم بالضبط كان حتى هو كيما اخوه روضه، هو زاد كان رافض فكره العرس وعلاقه روضه وابراهيم، العلاقه اللي حاول رؤوف وانه ينهيها بكل الطرق. رؤوف خو روضه واللي كان يخدم في الحاكم، لكنه ما تمكنش وما كانش قادر للاسف الشديد لا هو لا عائلته لا عائله ابراهيم، وانهم ينهيوا قصه الحب العنيفه واللي كانت تربط ابراهيم بروضه.
قرروا روميو وجولييت متاعنا وانهم يهربوا من المهدية. حطوا بالفازة هذه عائلتهم زوز قدام امر الواقع. بيان سور قالوا بلي هم يرجعوا لديارهم كما عائلتهم يوافقوا على العرس، وكانت في الاصل خطة ناجحة من قبل ابراهيم وروضة على خاطر قبلوا فينالمون عائلتهم زوز بالعرس، لكن بيان سور تحت التهديد والضغط، وبما انهم مهما حاولوا ومهما عملوا ما كانوش قادرين وانهم يفرقوا روميو وجولييت. عرسوا روميو وجولييت بالساكتة، كتبوا برهم وروضة صديقهم من غير لزازة على حتى شيء. غضبتوا بروضة كيفاش بنته خرجت من دربها عروسة كاينها كوارجي في إعارة ليكيب أخرى. لفرحوا كيما العباد لعملوا عرس لشطحوا لكلي وحلو، ويمكن كان برهم وروضة في نهار ذاك خرجوا فرحانين بما أنهم في نالمو عرسوا بعد عناء طويل. عائلة إبراهيم كانوا ملو الخايفين من روضة، لكن بعد فاقوا بلي روضة في الأصل طلعت في المستوى جوهري. عائلة روضة كيف كيف كانوا خايفين من دينارية أم إبراهيم، لكنها حتى هي طلعت في المستوى وجوها به على الأخر. كانوا إبراهيم وروضة مبدئيا يعيشوا في نفس الدار مع عائلة إبراهيم، الأوضاع كانت مستقرة وكان جوهم احلى جو. كما قلنا عائلة ابراهيم ارتاحوا روضة، وعائلة روضة اكتشفوا باللي ام ابراهيم ماهيش خايبة برشا. رؤوف بحد ذاته خو روضة واللي كان من الاول رافض علاقتهم كان ديما يمشي ويجي على دار نسابو بصفة عادية على الاخر، كان صحابه وياهم وما كانش فما حتى ادنى مشكلة ما بيناتهم. روميو عرس بجولييت رجع يخدم على روحه والناس الكل فرحانين، لكن للاسف شديد الفرحة نتاعهم ما توصلتش على خاطر اتضح وانه في ثلاثة شهور هذوكم كانت مسعودة ام ابراهيم توري كان في جهة الباهية نتاعها، قوتها جبروتها وصعبها ظهروا كان بعد 3 أشهر من العرس. تبدلوا معاملتها مع مرت ولدها روضة، كانت أبليج عليها وأنها تتعايش معها 24 ساعة على 24 ساعة، حاجة ما كانتش روضة قادرة وأنها تتحملها. والسبب ذيك كانت كل مرة تمشي لدارهم وتحكي لها على معاناتها معها، كانوا عائلتها يقولوا لها باللي هذاك هو اختيارك، قلنا لك من الأول سيب عليك من إبراهيم وسيب عليك من دينارية، لكنك أنت شديتي صحيح ولا غالب تتحملي مسؤولية بنيتي تحملي، ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وبريتو ما كمش تبقاو حيتكم الكل عايشين معاها، توجي نهار ويسهل ربي وتستقلي انت ورويجلك وحدكم في داركم الخاصة. كلام أم روضة كان لوجيك وصحيح على الأخر، على خاطر بعد بريود من المحادثة هذه وبعد العديد من المشاورات مع مولا بيتها برهوم، قرر إبراهيم وأنه فينالمون يهز شلاقاتو وما لقيتو شلاقاتو ما لقيت مرتو زادة، وينتقل فينالمون للعيش في منزل مستقل. فرحوا لهم عائلتهم زوز وكانوا معاهم في القرار. الناس الكل كان ماشي في بالهم باللي هما جوهم باهي على الاخر. برهوم غارق في الحب والغرام، ومرت روضة اميره في دار زوجها، لكن خلينا نقول لكم باللي في الاصل مصب كان قاعدوا عايشين مع الديناريه، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. في دار الديناريه ما عمره بالعمر ما هز برهوم يدو على مرت روضة، ما عمره ما هينها ولا سبها ولا عمل لها اي حاجه سببها تقلب كومبليتمون وقت اللي نقلوا لدارهم المستقله. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، ولا عنيف تبدل مع روضة ولا نهار الكل وهو ويضرب فيها. كما قلنا بكري كان ماشي في بالهم باللي هما غرقين في الحب، لكن في الأصل فما شكون شوي آخر باش يغرق في الدم. كانوا عائلتها نهار من نهارات مروحين من القروين، يتعرض لهم راجل يعرفوه يسكن بحذا ابراهيم وروضة، ويقول لهم بالحرف الواحد برا وهزوا بنتكم. تفاجعوا عائلة روضة بيان سور، اتجهوا طول دارها لكنهم ما لقاوهاش غادي، لقاوها في دار جيران لكنهم ما كانوش مضايفينها، بل كانت مطردة من دارها تطريدة خايبة على الاخر، كانت مخبشة مدمدمة مضروبة. وغادي وين اكتشفوا عائلة روضة باللي بنتهم عمرها ما كانت اميرة في دار زوجها. ما نعرفوش وين مشى حب وغرام سي برهوم، لكن اللي نعرفوه هو انه بالضبط كما صار روضة مع أمه من الأول وراها الوجه الباهي وطيبة القلب، ومن بعد المسكينة وراها نجوم في القايلة ورجال وزمان ما فيهم شمان. فادلك غلطه معناها تو انا باش نسب رجال ما امبوسيبل فادلك ما قريت كي نجربكم. المشكله في ابراهيم مش في الرجال الكل معناها بيان سور، ما نعميموش. وجهها كان ازرق وبدنها الكل كان مخبش، ماناش نحكيه وعلى كفه الا ضربه ولا زوز، على الرغم انه هو العنف اللفظي ماهوش مسموح به قبل ما نوصلوا حتى للعنف الجسدي، لكن للاسف الشديد كانت المسكينه متعرضه لكل انواع العنف، الشيء اللي خلى عائلتها بيان سور يروحوا بها لدارهم. لكن قديش باش تبقى المسكينه غايبه على دارها؟ رجعت بعد مده وقالوا لها عائلتها لعل ابراهيم يتبدل. قعدوا كل مره كيفاش مره متعاركين ومره جوهم به على الاخر، كانوا ابليج عليهم وانهم يتعايشوا مع بعضهم بما انهم كانت ما بيناتهم طفله صغرونه، ارزقهم ربي بطفله ألزمت عليهم التعايش ما بيناتهم، وكانت هي سبب في زياده خوف روضة من انه برهوم يمشي ويخليهم، سيرتو بعد ما بدات تركب له وانه يعاود يرجع لفرنسا. خافت روضة على الفكره تتحول الى فعل يمشي برهوم لفرنسا ويخليها هي وبنتها وحدهم. هو ديجا كان مقصر معاهم على الرغم انه كان موجود في تونس، فما بالك اذا كان يمشي لفرنسا
ويعجبوا الجو غادي، كاين مقصر معاهم وما كاينش يعادي معاهم برشا وقت، بما انه كان يتحرك برشا بحكم خدمته، كان ديما يصور في العروسات وما يروح كان في الصباح، كان وعنده بعض لافريت المشبوهه في تونس العاصمه، كان يقيد في الفيزاوات والاوراق للعباد بيان سور تحت الطاوله في النوار وبطرق مشبوهه، الشيء اللي خلاه ما عندوش الوقت للعائلته ولا الكلوب فيديو نتاعو، واللي قررت وانها تدو روضه في اوقات الفراغ نتاعها، على الرغم انه كان ديجا في مصانع حط ابراهيم باش يشد له المحل. كان برهوم يعتبر الصنع نتاعو محمد كخوه صغير، كان كل ما يشري حاجه يشري له معاه، كان ديما يوقف معاه كل ما يستحقه، والسبب هذاك كانت حتى علاقه محمد بروضه طيبه على الاخر، ويمكن للاسف شديد اكثر شويه من الطيبه. فوتنا طيبه وتعدينا دخلنا في الطبعة يا صاح. مشيت في نهار من نهارات أم إبراهيم للاستوديو متاع ولدها، كانت مستحقته في حكاية، لكن ما لقاتوش غادي. لقات مرته روضة هي وصانع وحدهم في استوديو، سألت عليه يا أخي، قالت لها روضة باللي هو هبط لتونس بقضية، قضية تابعة الفيزاوات والأوراق والفازات هذوكم، وبارامون القضية هذه طولت أكثر من لازم، على خاطر من غدوة ليلة السبت كان من المفروض وأنه يكون برهوم في الحومة، كان فما عرس في حومته وكان هو اللي باش يصور العرس هذاك. الناس الكل كانوا في العرس إلا إبراهيم مازال ما جاش. المصور نورمالمون يبدا حاضر قبل ما يجيو العباد، سيرتو انه خونا ابراهيم كان يعرف مالي العرس، مالي العرس يعرفوه، والناس الكل بداو يتحايروا عليه على خاطره في الوقت هذاك لكن موجود في العرس، لكن ابراهيم موجود في دار عائلته، لكن موجود في استوديو نتاعو، ولكن كيف كيف موجود في داره. وين مشى برهوم وشنيا اسباب اختفائه المفاجئ، هذا اللي باش نكتشفوه شويه اخر. وخليني نذكركم كان نسيتو باش تخليو لايك وسبسكرايب، برجولية توا تهبط في خاطر الديناريه ام ابراهيم، سينو راني كيما قلت لكم راي تتغش عليكم، خاطرها معناها ما عندهاش وين يدور الريح. عائلة ابراهيم كانوا متحيرين على ولد، وعائلة العريس كانوا متحيرين عليه، الكون المصور متاع العرس، والكون بيان سور جارهم قبل ما يكون المصور جارهم، واللي حتى مرته ما كان عندها حتى ادنى فكره راجلها وين مشى. قروا مالي العرس وانهم يمشيوا له مره اخرى للدار. ابراهيم كان مازال ماهوش موجود وكان مازال مفقود، لكنهم باركونتر شافوا في الليله هذيك راجل راقد بحذا داره، والسبب هذاك جاهلوه ورجعوا للعرس. قالوا لعائلته باللي ابراهيم مازال مش في الدار، وباللي هما ما لقاو كان راجل مهبول راقد بحذا دار، لكن خونا برهوم المصور ماهوش موجود. تم الاتصال بالحاكم وكان الحاكم موجود على وجه السرعه قدام باب دار برهوم. اول حاجه قروا انهم يعملوها هي وانهم يبعثوا الراجل المهبول من قدام باب دار المفقود ابراهيم، يوصلوه لعائلته ويوصيوهم باش ما عادش يسيبوه وحده. لكن غادي وين كانت الصدمه الكبرى بالنسبه للحومه الكل، دار العريس عائله ابراهيم ومن دون ادنى شك روضه وعائلتها الكل، الكلهم تصدموا على الاخر. وانا بديت تصدمت وقت اللي عرفنا انتم زادا حضروا لي رواحكم باش تتصدموا، على خاطر خليني نعمل لكم اكثر سسبانس. لن تصدقوا ماذا طلع البحث الصحيح، حاجه امبوسيبل تخطر في بالك، وانه الراجل اللي يقال وانه مهبول وكان راقد بحذا دار ابراهيم هو في الاصل ابراهيم بحد ذاته. كان ابراهيم طول الوقت دايخ قدامهم بحذا الدار، وهما ماشيين جايين عليه ومش في بالهم باللي هو راجل مهبول. كما تعرفوا الدنيا كانت ظلام، كانوا الناس الكل يلوجوا على ابراهيم، وما تجرأ حتى انسان وانه يقرب للسيد هذاك. والمشكله الكبرى وانه خونا ابراهيم ما كانش في الاصل دايخ، بل خليني نقول لكم باللي للاسف الشديد البركه فيكم وكان في الاصل خونا ابراهيم دوام لله، والله يرحمك يا برهوم. يقول الطب الشرعي باللي موت ابراهيم مسكين ما كانتش موته طبيعيه، وما جاهوش سكرات الموت فجاه، وفات برهوم كانت من دون ادنى شك بفعل فاعل، الفاعل اعتدى عليه بالعنف قبل ما يقتلوا المسكين، كانوا عليه اثار كدمات وكان بدن المسكين مخبش. يقول الطب الشرعي باللي ابراهيم كانت عنده زروقيه في رقبته، تم تفسير الزروقيه هذيك بكون المسكين تعرض للخنق. ويقولوا اقربائه والناس اللي يعرفوه بالكدا باللي ما يكون الفاعل كان واحد من الكليونات نتاعو، مانيش نحكيه على انسان صور له عرسه ولا كري من عنده فيلم، بل نحكيه على خدمته ثانيه ترافيك الفيزاوات والاوراق، الخدمه اللي كانت في النوار وبرشا بيت قالوا له فك عليك منها، خدمة فيها برشا بنتوات وبرشا مشاكل، ونجموا يوصلوا لعبات اللي يخدم معاهم واللي في كونكورنس معاهم، وانهم يحطوا حد لحياة بنادم اذا كان استوجب الامر القتل. انطلقوا بيان سور الابحاث، وقعدت جثة ابراهيم بيان سور تحت ذمة التحقيق. بالنسبة للاهالي المشتبه فيه ما ينجم يكون كان انسان تربطوا خدمة بابراهيم، نظرا وانه سي ابراهيم ما كان عنده حتى عداوة شخصية مع حتى انسان، وزاد كبر شكهم وقت اللي خروا بعض تقارير الطب الشرعي، كانت تحاليل تقول وانه الجثة كانت زرقاء اللون من قدام، بلغه الطب الشرعي الزروق الموتيه كانت من قدام، وتم تفسير الفازه هذه بكون المسكين ابراهيم
كان محطوط على وجهه وقت اللي تم الاعتداء عليه وبعد شويه ملي توفى. لكن يقول سيد القاضي بلي ابراهيم كان على ظهره وقت اللي لقاوه بحث الدار، وزوز معلومات هذم خليهم على يقين وانه ابراهيم ما تقتلش قدام باب داره بل تم قتله في بلاصه اخرى وهو على وجهه. ومن بعد بريسك ساعتين حسب الطب الشرعي تم نقل جثته وحطوه قدام باب داره، بشكم كوا يضيعوا الحاكم يمشي في بالهم باللي هو تقتل غادي وما يفيقوش بالمخطط الشرير متاعهم. لكن كما يصير في كل قضية وكما ديما نقولوا، يقاتل الروح وين تروح. أكثر إنسان في الفترة هذيك كان مشتبه فيه وأكثر إنسان كانوا الناس الكل متحالفين فيه هو شريك إبراهيم في الترافيك متاع الفيزاوات والباسبورات، واللي شك وأنه يعرف حكاية لكنه ما يحبش يضوي. بما أنه كانوا الناس الكل مقتنعين وأنه سبب وفاة إبراهيم هي خدمته، هو توفى لكن شريكه مازال صح ستار، ينجم يكون شريكه على علم وأنه إبراهيم باش يصير له هكاكة. هذا إذا كان ما يكونش هو بحد ذاته عنده يد في وفاة إبراهيم، لكنه بيزرموه حضر في جنازة متاعه، جنازة متاع شريكه إبراهيم، وفما امكانيه كبيره وانه يكون عمل الشيء هذاك الكل باش يظهر وكانه خطيه وما عنده حتى علاقه باللي صار. ومش مره ولا اثنين ولا ثلاثه حكينا على المجرم كيفاش في التحقيق يحسب روحه متاثر ومسكين ويسخف، لكنه في الاخر يطلع هو القاتل. مشي المسكين باش يعزي يلقى روحه موقف في مركز، لكن ما كانش عليه وانه يعمل محامي والا يبرر موقفه. بل خليني نقول لكم باللي الحاكم كان على يقين وانه خطيه، وقفوه توقيف تحفظي باش ما يدور بيه حتى حد. ما قالوش لعائله ابراهيم باللي شريكه في الاصل خطيه، وواصلوا في التحقيق متاعهم تحت حسمس وباستعمال حاكم سيفيل. كانوا يدوروا ما بين عائلة ابراهيم واصحابه وحبابه، لكن حتى حد فيهم في الوقت هذاك ما كان في باله باللي بعض الاطراف اللي كان تربطهم علاقة بابراهيم كانوا في معظم الاوقات تحت المراقبة من قبل الحاكم. وجود جثة إبراهيم قدام داره بعد ما تقتل خلى الحاكم على يقين وأنه ترافيك الفيزاوات ما عنده حتى أدنى دخل. إذا كان تقتل في تونس راو تو سامبلومون تخلصوا منه غادي، وما فما حتى أدنى حاجة تخلي الفاعل يحط جثة إبراهيم قدام داره، بخلاف أنه الإنسان ولا الأطراف اللي قاموا بالجريمة هذه عندهم علاقة شخصية ولا ديريكت بخونا برهم. والسبب ذاك كان محمد الصانع متاع إبراهيم، واحد من المشتبه فيهم اللي كانوا شاكين فيهم الحاكم. يمكن حاجة مستبعدة شوية على خاطر كما قلنا بكري علاقة إبراهيم ومحمد كانت أقوى من كونها تكون علاقة صانع بعر. محمد كان عمره 20 سنة قرأ حتى للسادسة، لكنه ما كانش مغروم بالقراية. غرم إبراهيم بالأفلام والتصوير ودخله باش يخدم معاه، كان يا إما يصور معاه وإلا يشد له استوديو يكمل يخدم يروح للدار وإلا يمشي للقهوة. وحاجة مستبعدة على الآخر وأنه يكون محمد صانع هو الفاعل، بما أنه كما قلنا كان إبراهيم معتبره خوه صغير، حتى ساعات كي يشري حاجة لروحه ويشيله معاه. البعض يقولوا باللي إذا كان ما جاش إبراهيم راهو محمد ضايع من غير مستقبل. البعض يقولوا باللي محمد كان قافز بفضل ابراهيم. محمد كيف كان ولد الدار وكان ديما يمشي لدار ابراهيم، كان كل مره برهوم يبعثوا بقضيه للدار غادي وين كان يتقابل هو وروضه مرت ابراهيم. كانت حتى من روضه تعامل مع محمد وكانه خرج لها صغير، الى ان طورت علاقتهم ولاو يعديوا في برشا وقت مع بعضهم في استوديو وحدهم. البعض يقولوا باللي علاقتهم كانت بلوز وموا مشبوهه، سورتو وانه محمد طفل صغير والانسة روضه عندها ماضي مش باهي برشا مع ذكور. ينجم يكون غياب إبراهيم على داره وخليها تلوج على الحب في أماكن أخرى. محمد ينجم يكون فريسة سهلة وسهل على الأخر وأنه يمشي معاه في الخط، لكن هل تتوقعوا وأنه يعملها ويخون عارفه إبراهيم؟ وقت اللي أي مثل تالي هبط المسكين برهوم باش يشري روحه شلاكة، تظهر حكاية تافهة لكنها في الأصل ديتاي مهم على الأخر. ما نساش برهوم خو صغير محمد وشري له حتى هو شلاكة كيفه، كانوا شلاك زوز نفس الموديل لكنهم ما كانوش نفس القياس. ودوا خو برهوم بشلاكة كيفه، شلاكة كيف نتاعو مش هو السخف الله يرحمه. وما كانتش في الاصل حاجه غريبه عليه، بما انه كيما قلت لكم بكري كان كل ما يجري حاجه لروحه ويشري لمحمد حاجه اخرى كيفها. كانوا الناس الكل واعين بعلاقه محمد وابراهيم الوطيده، ولسبب ذاك ما استغربوش جمله واحده وقت اللي شافوا محمد في تفينة ابراهيم، كان عاتي ما عنده واقف معاهم عباره واحد من العائله. كيما قلنا كان ابراهيم اكثر من عارفه وعباره اخوه الكبير، ولسبب ذاك كان محمد هو اللي هز الباله ودفنه بيديه. كان لابس نفس الشلاكه اللي عطاها له ابراهيم ايامات التالي، الشلاكة اللي تثبت في إيقاف محمد بعد ما دفنوا إبراهيم. ما كانش في باله بلي سيتو كان تحت المراقبة من طرف الحاكم سيفيل، خلاوه يدفن إبراهيم ومن بعد عداوه يبحث. ولنا وين القضية متاعنا باش تبدا توضح بشوية بشوية.
الحاجة اللي خلت الحاكم يوقف محمد هي وأنه كان لبس شليكة اللي جبها له أعرف إبراهيم، لكن الزفرادي اللي كان لبسهم ما كانوش قد كان محمد لبس فردة أكبر من فردة. الشليكة اللي شريها إبراهيم لروحه كانت أكبر في التاي مش شليكة متاع محمد. وحسب التحقيقات والأبحاث اللي صارت في دار إبراهيم، لاحظ الحاكم باللي كيفيف حتى في دار إبراهيم كانت شليكة إبراهيم حتى هي فردة بفردة وفردة أكبر من أختها. شنية الحاجة اللي خلت الاختلاط الشلائكي هذا يصير؟ علاش شليك مخلطين؟ وشنية تعمل فردة المرحوم عند محمد؟ هذا سؤال اللي تم طرحه على محمد. دخل المسكين بعضه وما لقى ما يقول، وغادي وين تكشف أمر وتكشف مخطط الإنسة روضة واللي كانت هي ولا العملية هذه الكل. طلعت الإنسة روضة وسي محمد إفكتيفمون في علاقة حب لا ترى الشمس، كانوا الزو سيريو وكانوا يحبوا يكملوا حياتهم مع بعضهم، لكن العائق الوحيد اللي كان ما بيناتهم هو في الأصل السبب والإنسان اللي خليهم يتعرفوا على بعضهم، خليهم انديريكتومون يزيدوا يقربوا من بعضهم، كان على نيته ما كانش في باله بلي شيء هذا باش يصير. وكما قلنا بكري كان سي إبراهيم الله يرحمه يبعث محمد في بعض الأحيان للدار، وكان محمد يقضي له حتى في بعض القضيات الشخصية، وما كانتش علاقتهم مقتصرة على الخدمة وستوديو كاهو. طرح محمد فكرة الطلاق على روضة برشا مرات، حبها طلق من عرف إبراهيم باش فينالمون يدخل في علاقة. روضة كانت راوضة فكرة الطلاق، لكنها كيف ما كانتش تحب تكمل حياتها مع إبراهيم، كانت حتى هي تحب محمد، كانت تحب تكمل معاه ما تبقى من حياتها. وسبحان الله كيفاش الحل الوحيد اللي اختاروا لها في مخها واللي خول لها وانها تدخل في علاقة هي ومحمد هي وانهم يشوفوا كيفاش يتخلصوا من ابراهيم نهائيا ويحطوا له حد لحياته ويقتلوه، وهكاك يكونوا قادرين وانهم يدخلوا في علاقة من غير ما يقلقهم حتى حد. كان محمد من الاول رافض الفكرة هذه جملة واحدة، حاول بكل مجهوداته وانه يقنع روضة بالطلاق. كانت روضة ما تحبش تطلق من ابراهيم، لكنها كانت قابلة باركونتر وانها تقتل ابراهيم. كانت قادرة في نلمه وانها تقنع محمد بالخطة متاعها، وصاته نهار من نهارات باش يشيلها دويل فيرين، خلطته بمجموعة من الحرابش وحطتهم في كيس رايب للمسكين إبراهيم. كان متعود وأنه يشرب كيس رايب قبل ما يمشي للخدمة، وما كانش في باله باللي في ليلة هذيك ماهوش باش يمشي يخدم على روحه، بل باش يمشي المسكين البلاصة ماهوش باش يرجع منها جملة واحدة، وباش يلتحق سوايع أخرين بالرفيق الأعلى. طاح المسكين في المنديف وشرب خونا ابراهيم الرايب على نيته، بدا من الاول يحس في روحه متقلق على الاخر، زادت تعكرت حالته بمرور الوقت. طاح المسكين ولا يكشكش وروضة الشريرة تتفرج عليه، قعد هكاكا مدة طويلة وما فارقش الحياة. دخلت روضة بعضها وقررت وانها تعيط لمحمد. دخل محمد حب يوني كل شيء وخذ فولارة، خنق بها المسكين ابراهيم حتى لين فينال ما توفى. كانوا باش يخرجوه من الدار وباش يتخلصوا من الجثة نتاعو، لكن وقت اللي جاو يهزوا فيه كانت فما كهربا متعدية من بحث الدار، خلاوه بحدا باب الدار. ومن بعد كل واحد فيهم مشي على روحه وحسبوا روحه مزوز متفاجئين ومش فاهمين حتى شيء. وقت اللي وصل لهم الخبر بلي المسكين ابراهيم القوى مقتول قدام الدار، دخلوا شلايك بعضهم في الدار. في اللحظات اللي كان يخنق فيهم محمد في ابراهيم كان مزروب، خرج يجري وهزمش بالعاني فرده من شلايك ابراهيم، ما كانش منتبه له وما كانش في باله بلي شلايكه باش تكون سبب ثبوت التهمه عليه. ثبتت التهمه كيف كيف على الغداره روضه، ما كان عندها وين تهرب من عملتها. لكن لهنا ويمشي ظهر بيزارمون طرف ثالث في القضيه، قالت روضة في التحقيق باللي حتى خوها كان طرف في الجريمة، خوها رؤوف واللي كان يخدم في الحاكم كان هو في الأصل أول إنسان اتصلت فيه بعد ما حطت دويل فار لرجلها، جاء باش يعاونها لكنه مشى على أساس شوية آخر ويرجع. وغادي وين قررت وأنها ما تستناش خوها حتى لين يرجع، وقتها بالضبط وين كلمت عشيقة محمد وصار اللي صار ما بين الفازة متاع شليكة والفازات اللي صاروا قدام الباب. تعداو من دون أدنى شك كلهم على المحكمة، كانوا الكل مستعرفين بالشيء اللي عملوه وبعلاقتهم بالجريمة البشعة اللي صارت. كان رؤوف كان شاهد صحيح وقعد يقول بلي هو خطيه، بعض الشهود كان يقولوا بلي هما شافوه في ليلة الواقعة، كان بحذاهم امبوسيبل يكون في مسرح الجريمة. كيفاش تقول روضة بلي هو طرف الجريمة وقت اللي سيتو خطيه ومعمل حتى شيء؟ السؤال اللي خلى الناس الكل يزيدوا يبهتوا في امر روضة، على خاطر رؤوف في الاصل خطيه وما عنده حتى ادنى علاقة بالجريمة. بعد العديد من الابحاث قالت الاخت بلي هي حبت تورط خوها تو سامبلومون باش تجبر عائلتها وانهم يتلهاو بهم الزوز، يزورهم في الحبس ويعملوا لهم زوز محامي. في مخها هي اذا كان تدخل وحدها الحبس باش ينقموا عليها. وبيزارمون زاده قالت باللي هي مشي في بالها باللي العقوبه تنجم تكون اخف اذا كان يكون خوها واللي هو يخدم في الحاكم طرف في الجريمه هذه اللي صارت. ثبتت بيان سور براءه المسكين، لكن بعد برشا جلسات وبعد ما المسكين شد عامين كاملين في الحبس ظلم، منع بعد العامين هذوكم من السجن المؤبد على خاطر تم الحكم عليه مبدئيا بسجن مدى الحياه، خليته الفازه هذه يخسر خدمته وكما قالوا برشا عباد يتحطم مستقبله بسبب كذبه
اخترعتها اخته مش في بالها في الاصل باللي هي باش تعاونها في قضيتها. تحكم على محمد كيف كيف بسجن مدى الحياة، لكن هو بيان سور ما كانش مظلوم كما رؤوف. عشيقته روضة حتى هي كيف كيف ما كانتش مظلومة جملة واحدة، وتم الحكم عليها باقصى عقوبة واللي هي الاعدام شنقا. لكن كما تعرفوا الاعدام في تونس ما يتطبقش، والسبب هذاك باش تبقى ورا القضبان مدى الحياة، وعادي تكون حاليا وفي اللحظة هذه ديجا معناها في الحبس ان شاء الله ربي نعرفش ربي خلي ربي يخلص بحالها، ما نتمنيو الحبس لحتى حد. اما زيدا معناها ماهيش مظلومه، ماهيش مظلومه خطأ. اكبر متضرر في القضيه هذه هي بنت ابراهيم وروضه. بوها الله يرحمه توفى، وامها اللي قتلته في الحبس قاعده تعيش مع عائله بوها ابراهيم، واللي ما كانوش يسمحوا لها وانها تزور عائله امها بما انه بنتهم روضه بيان سور كانت سبب في الشيء هذا الكل. دونك فوالا هذه كانت القضيه متاعنا متاع اليوم، ان شاء الله تكون القضيه هذه عجبتكم. ما تنساوش باش تخليو لايك وسبسكرايب فولو على انستغرام وتيك توك. نتقابلوا كل عاده كل نهار سبت ماضي ساعتين متاع العشيه ولا متاع القايله كيما تحبوا نتوما. وكهاو بيس اوت. But I'm on the mind they feeding. I don't wanna go Bombay. Them I don't know what I do when I go from Beeling. Leading the pack in black and I'm on with the bad. Stopping with the phone and dive. Boss up a man with the duster. Put him in the drip and sip blockbuster.